نيهاو عليكم. كمان منتج جديد، منتج بصراحة متكتك. أنا بالنسبة لي شايفه منتج حلو. هذه بيحكوا لها فتاحة علب بالسيف، يعني بتحطها ست البيت أو الصبية أو اللي بده يشتغل في المطبخ، وإذا أنت من النوع اللي بتوقف على المجلة بتجلي كمان راح تستخدمها. تمام، هلا هاي بتعلقوها هيك وبتقدر تفتحوا فيها، تفرجوا الفيديو اللي موجود هون، تفتح فيها أي علبة أي قياس بأي نوع غطاية. هذه كثير ممتازة وكثير عملية يا جماعة للمطبخ وسريعة جدا، بس بدك تثبتها كويس. فيها محلات هون للبراغي، طبعا كرتونتها خفيفة كثير وبتتثبت بطريقة كثير سهلة. داي اشوف اذا في براغي، في برغيين يلا فوق البيعة. تمام، من منتجات الربحة، بنرجع بنحكي خفيف مش تقيل، بنشحن بسرعة. ركزوا على الشغلات هذه للناس اللي بتشتغل في النيش تبع المطبخ وادوات البيت، مهم كثير. والهوم امبروفمنت اللي هو توفير المساحات، منتج بحل مشكله، فهذا منتج اتوقع انه بحل مشكله، منتج ربح مبيعاته فوق الممتازه هاي السنه، كثير ممتازه. تمام، هو بيجي لون واحد فقط ابيض. بنذكر بخدماتنا، بنعمل تصوير للمنتجات وبنعمل فيديو للمنتجات وبنعمل ستور شوبيفاي متكتك حلو مرتب للناس اللي متابعين، لان باسعار تفضيليه. اشتراك في القناه، وفي مشاركه، وفي سبسكرايب، وفي لايك، وفي اللي بدكم اياه. تمام، واحنا كلنا طالبينهم مليون. يلا عربي في الصين، سلامات.